بجدد الترحيب بحضراتكم وطبعا بضيوفنا الكبار الكابتن فتحي نصير والكابتن ماهر همام. قبل ما نخش في قرارات اللجنه الثلاثيه النهارده، تعليقا على التقرير ثلاث نقاط سريعه جدا بنتكلم فيها. نمره واحد، قفشه بيعمل مش ريكورد لكن رقم كويس قوي، احرز 5 اهداف على مستوى البطولات الافريقيه، بيعادل فيها نجوم كبار جدا. وكمان النهارده قفشه في التشكيله المثاليه للجوله الرابعه في هذا الاسبوع، او في الجوله الرابعه للتشامبيونز ليج الافريقي. كمان كان النسخه اللي فاتت رغم التعادل الاهلي مع فيتا كلوب 2-2، لكن كان موجود قفشه كمان في التشكيله المثاليه اللي بيطلعها الكاف، وده بيدي شكل وبيدي انطباع ان فعلا قفشه اولا ماشي بشكل اكتر من رائع رغم الانتقادات في الفتره الاخيره، وانه بقى عنصر مهم جدا جدا يا كابتن ماهر في النادي الاهلي. واضح الفارق طبعا في نص الملعب بالنسبه لوجود قفشه مع اداء النادي الاهلي، والفارق ده واضح في كمان ان هو يعني يمكن الهدف اللي جابه في فيتا كلوب كمان ده مش مكانه، رايح ناحيه الجناح صحيح. عمل لنفسه خلق مساحه واخد بالك واستلم وبعدين صوب وحصل توفيق طبعا ضربت في العارضه ودخلت، فده بياكد لك ان هو اللعيب بدا يطور نفسه بشكل كبير جدا في الجزئيه دي، ان هو كمان بيوصل للصندوق وبيحاول يدي له فرص كتير ويجيب اجوال بشكل كبير، غير صناعه اللعب يعني حتى عليك. كمان المباراه اللي كانت موجوده في مصر عمل هاف كروس جميل لاجايل في الدوري العام، افتكر في مباراه الاسماعيلي عملها بدماغه بشكل كبير. دي التشكيله المثاليه كابتن طبعا للاسبوع الرابع او الجوله الرابعه من ذا تيم اوف ذا ويك، وتواجد طبعا قفشه بشكل كبير، حتى الجوله اللي فاتت كمان الراوند 3 كان متواجد، فده عن طريق الكاف اللي الناس شايفه. كمان بعض الناس بتقول لا قفشه يعني مستوى متراجع، لكن الكاف والاداء في الملعب واحرازه هدف، وهدف بيبقى غالي جدا، وحضراتكم عارفين ان الهدف الثاني ده في اعتباري كان قتل المباراه بشكل كبير جدا يعني. بالظبط، فعايز اقول لك هاني ان هو يعني ماشي بخطوات ايجابيه جدا، وهو بيجتهد على نفسه بشكل كبير، يعني شخصيه قفشه موجوده في الملعب خلال تحضيراته لزمايله، مساعدتهم، محاولته لاحراز الاهداف، صانع العاب، عمل لنا فرق بشكل كبير جدا في خلال الفتره اللي فاتت، كان مؤثر بشكل كبير في حته احراز الاهداف اذا كان داخل مصر او خارج مصر. عايز اقول كمان تواجده في المنتخب الفتره اللي فاتت وكان بيقدم اداء جيد، فانا شايف ان قفشه من ضمن اللعيبه اللي تستاهل فعلا الفتره ديت يكون رجل في كل المباراه بيأدي فيها بشكل جيد يعني. صحيح.